أصدقائي المتسابقين، أهلا وسهلا فيكم. شكراً أستاذ. بجولة اليوم أنتوا أكيد لازم تطبخوا شيء، وطبعاً بالإضافة للطبخ كمان رح تلعبوا معنا. بهالجولة هي كل متسابق بده يحضر أكلة مختلفة، لهيك كل واحد منكم بس رح يستعمل 6 مكونات للأكلة تبعه ورح يحضرها. سمعتي؟ بس ما رح تستلموا المكونات، لأنه بهي اللعبة المكونات رح تكون مخباية، ولازم كل متسابق منكم يلاقيها. هي بالفندق وبأماكن مختلفة ومخفية كمان. ولحتى تقدروا تلاقوهم رح يكون في عندكم أدلة مختلفة لتعرفوا المكونات تبعكم وين مخباية. هاي مسابقة طبخ ولا مسابقة الكنز المفقود؟ كل ما أخذتوا وقت زيادة لحتى تلاقوا المكونات، كل ما قل عندكم الوقت الباقي اللي رح تطبخوا فيه. لهيك المتسابق الأذكى هو اللي بيلاقي المكونات بسرعة، وطبعاً لما يلاقي مكوناته فهو رح يكون بالمقدمة. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية.